مع القصاص، مع السيد عمار قصاص، عمار ربيع. عمار ربيع، عمار ربيع حباً وحباً في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع السيد إبراهيم. وإحنا اتكلمنا مع السيد عمار عن البيت في سوريا، وخاصة حلب والمأمونية، ورحنا كمان للسكاكر في التوفي في المدارس مع السيد إبراهيم، واتكلمنا عن كمان الإنشاد في سوريا. نعمل ايه في الشوارع بقى؟ الشوارع يا سيد عمار بيبقى فيها ايه بقى؟ مظاهر من الاحتفال بقى. الله على الشوارع يا سيدي، احكي لك على الشوارع. يعني دي مشكله بقى ان انت تعمل حلقه مع ناس بتدوب فيهم وبتحبهم. وانا بحب اهل سوريا جدا. اكرمك الله يا سيدي. الشوارع كنت بتلاقي الفرحه في كل مكان، من المحلات، من الاسواق، من الطرقات، المواصلات، في كل مكان كنت بتحس انه اليوم عيد المولد النبوي الشريف. كان يوم 15 ايلول، شهر ايلول اللي هو سبتمبر اللي هالسنه ان شاء الله راح يوافق 12 ربيع الاول، بتلاقي البلد فاضي، الناس كلها عماله بتحتفل، الناس برا في الشوارع مزين الشوارع فرحه بالحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. انت ماشي المساء بالمساجد كلياتها عم تعمل احتفالات بالحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام. كل مسجد وكل مسجد فيه احتفال شكل ولون. معظم المساجد 90% من المساجد، وبتكون في حلويات اللي هي بتاعه المساجد اللي هي اسمها جوز الهند. اه بالظبط، جوز الهند الرائع. يا نهار ابيض يا مولانا، رفقا بالرفقا يا سيدي، فجوز الهند فرح يا سيدي. فرح طبعا، فرح حضرتنا ما في بعده فرح. والله كان احلى احتفال حضرته لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كان في مسجد الإمام الغزالي. وأحلى هدية أخذتها في ذلك اليوم كانت كتاب الرحيق المختوم لصفي الدين مبرور كفي. ما شاء الله سيدي، سيدي سيدي واضح قوي إن الناس في الشوارع بيبقوا فرحانين قوي. هل بيوزعوا حاجات في الشوارع؟ الله، يعني ممكن تكون العربيه ماشيه فتلاقي حد في شوارع وقفها، اتفضل دي يا سيدي لسه خدنا من بازل اللي قبلكم مقاديف بتاعتنا. مفيش فتات تروح البيت بقى انت لازم تاخد الحلويات تبعك والفرح تبعك وتحس. ايه اكتر ايه اكتر ايه اكتر ذكرى حصلت لك وانت ماشي في الشارع يوم مولد؟ الله، انت واضح ان الذكرى ربيع، ما انت عمار ربيع بقى. كنا نازلين في المواصلات من كنت ساكن في منطقه اسمها سيف الدوله في مدينه حلب، ورايح لمنطقه ثانيه اسمها قاضي عسكر. فنحن كنا على الطريق، لا كان في طريق الرجعه، فنحن راجعين على الطريق، فوقفونا ناس اعطونا سكاكر وحلويات وكتاب الأربعين النووي للان موجود معي. اللهم لك الحمد والفضل والمنه. بعد شوي لقدام شوي ناس برضه بيشاورونا بيوقفونا كمان بيعطونا مره ثانيه، وكانوا عاملين احتفال كبير فزيت بقى فوقفوكم بقى يا عمي نحن لسه ما انت حضرنا ثاني. وصلنا للمكان الثالث لاخر محطه انا بدي انزل فيها عند البيت عن جامع النصر، فلقيت ناس كان في مسجد النصر كان في احتفال كثير كبير، وكانت الناس قاعده عمال بتضيف الضيف. يا حبيبي نحن لسه اخذنا من اثنين اولكم، انت لازم تاخذ. فانت لازم تبقى عامل انت رايح في المشوار اللي انت رايحه، انت رايح المشوار اللي انت رايحه في يوم المولد، لازم تعمل حساب الايه؟ حساب مش حساب اشارات المرور، اشارات المحبه. أيوة الله منك لازم نعترف، لازم نعترف ان الشوارع بتتملي بهجه لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم كان بيملى الحياه كلها بهجه. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تبص كده تلاقي ان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يمشي في الشارع كان يحب ان يلمس الحاجات صلى الله عليه وسلم، ويا سلام يلمس البشر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يعدي ويلمس راس طفل كان تظل عطره صلى الله عليه وسلم في المكان كله. فالناس لو لقوا حد فايح منه المسك والعنبر والجمال والنور كله يعرفوا ان حضره النبي كان معدي في الشارع ده، ويعرفوا ان حضرته صلى الله عليه وسلم لمس شعر الطفل ده او لمس الطفل ده، لان بتبقى طيبه صلى الله عليه وسلم اياما. ومن الحاجات اللي احنا لازم ننص عليها ان بقاء طيب حضره النبي ده اياما هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ان حضره النبي بيتجاوز فكره هجوم الجو بروائحه وبكلها على طيبه، وكان رسول الله بيقول لنا ايه؟ ان طيبه صلى الله عليه وسلم متجاوز الزمان والمكان. فمش عجيب خالص ان واحد دلوقتي يشم طيب حضره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد حلاوه صحبه حضره النبي ولا جمال حضره النبي. انا عارف ان اهل الشام عندهم شويه انشاد كده بيخلي القلب عجيب شويه. يعني ايه بقى من الحاجات اللي انت بتحبها قوي في الانشاد كمان
والناس بيقولوها مع بعض بشكل جميل. الله، من أروع الإنشاد اللي كنا بنحبه كانت أنشودة يا غصننا قام يا نهار أبيض، يا غصننا قام مكللا بالذهب، أفديك من الرداب أمي وأبي، إن كنت أسأت في هواكم أدبي، العصمة لا تكون إلا لنبي. انتوا شوقتونا بقى، تعالوا نسمع بقى يا غصن نقاه من الشيخ محمود، يا سلام، ونرجع مرة تاني نكمل الحوار الماتع المليء بالمحبة مع السيد عمار قصاص والسيد إبراهيم.